طيب نبتدي بقى نتكلم على السيستمز بتاعتنا اللي بتبقى ريبريزنتد بديفرنشال ايكويشن. اوكي، يعني زي ما اتفقنا قبل كده ان الديريفيتيف نفسه اللي هي لما اخد مثلا دي اكس باي دي تي مثلا او دي واي باي دي تي، دي عباره عن لينير يعني فانكشن اوف اكس. اوكي، يعني ما اقدرش اقول ان انا لينير، لا الديريفيتيف ده لينير. اوكي، فلو انا given a dynamic system represented by a linear differential equation، dynamic system معناه ان هو بيتغير مع الوقت، يعني له dependence على time، ومحطوط في شكل differential equation with constant coefficients. اوكي، فبيطلع لي حاجه في general case شكل عام كده، عباره عن مجموعه derivatives لل y plus constant، يعني constant multiple من ال y، زائد يعني بيساوي مجموعه برضو derivatives من ال x زائد constant في ايه، في ال x نفسها. اوكي، و given طبعا time يعني تي اكبر من او يساوي infinity. ال initial conditions الحاجه زي كده، زي ما احنا كنا قبل كده عرفنا في differential equations، لو احنا المفروض نكون خدنا differential equations قبل ما ناخد الكورس بتاع signals and systems، فهنلاقي ان احنا عندنا لازم نحط كل ال initial conditions بتاعت ال x بتاعت ال y لكل ال derivatives لغايه اقل، يعني اقل من اخر ديريفيتيف ده يعني بواحد، يعني بمعنى ان انا هحط مثلا ال دي ان ماينس 1 باي دي تي ان ماينس 1 اللي هي الفاليو بتاعتها بتساوي كام؟ ات تي بتساوي 0، ات الانيشال فاليو بتاعت الايه؟ بتاعت السيريز اللي انا بعد كده ابتدي احل من عندها. اوكي؟ فمعنى كده ان انا بتكلم على ان انا اللي محتاج اعمله ان انا اخد الايكويشن دي بعد كده احاول احلها. من الحاجات اللي شفناها في الديفرنشال ايكويشنز ان الايكويشن دي بيبقى لها حلين، او بيبقى لها مش حلين، لها جزئين في الحل، حاجه بنسميها زيرو ستيت ريسبونس وحاجه بسميها زيرو انبوت ريسبونس. يعني ايه زيرو ستيت والزيرو انبوت؟ الزيرو ستيت ريسبونس دوت هو عباره عن الانبوت اسيومينج زيرو انيشال كونديشنز، اسيومينج ان كل الانيشال كونديشنز دي بتساوي صفر. الزيرو انبوت ريسبونس معناها ان انا هفترض انيشال كونديشنز دي موجوده، وهفترض ان الانبوت بتاعي بيساوي صفر، واشوف الريسبونس بتاعي عباره عن ايه. طبعا الزيرو ستيت ريسبونس دي عباره عن الستيدي ستيت سوليوشن، الزيرو انبوت ريسبونس ده عباره عن الايه؟ الترانزنت سوليوشن بتاعنا. لو انا بتكلم على لينير تايم انفاريانت سيستمز، انا دايما لازم اشترط ان انا عشان السيستم بتاعي ده يبقى تايم انفاريانت ان كل الانيشال كونديشنز بتاعته تبقى بتساوي صفر. لو انا الانيشال كونديشنز بتاعتي مش بتساوي صفر، هيبقى عندي مشكله ان انا لو ابتديت في وقت غير لما ابتدي في وقت تاني. يعني فرضا دلوقتي انا عندي سيستم مثلا زي التلفزيون. اوكي، انا دلوقتي كنت مثلا بضغط على الزرار بتاع ان انا بغير القناه، بجيب القناه اللي بعد القناه اللي انا واقف عندها دلوقتي. هل الكلام ده لو انا ضغطت على الزرار بتاع الشانل بلس، اوكي، كل مره هيجيب لي نفس الحاجه، هيجيب لي نفس الشانل؟ اكشولي لا، يعني ده اعتمد على ان انا واقف فين دلوقتي، او الانيشال كونديشن بتاعي واقف يعني عباره عن ايه دلوقتي، عشان اعرف انا رايح فين بعد كده. اوكي، فمعنى كده ان انا بتكلم على ان اللينير تايم انفيرنت سيستم ده لازم ما يكونش فيه اي انيشال كونديشنز خالص، لازم كل الانيشال كونديشن تبقى زيرو علشان تبقى كلها موحده، وعلشان لما ادخل انبوت معين ابقى عارف بالظبط انا رايح فين، ما بقاش بتغير مع الانيشال كونديشن. اوكي، فبيسيكلي في الحاله دي انيشال كونديشن زي ما كنت بقول كلها زيروز، وعشان كده الاوتبوت بيديبند اكسكلوسيفلي اون ذا انبوت اونلي. يبقى معنى كده الاوتبوت بتاعي هو عباره عن زيرو ستيت ريسبونس بس، ما فيش اي حاجه تانية خالص. لو انا بتكلم على حاجه بقى نون لينير، نون لينير ده معناه ان ممكن تتغير بقى حسب التغير بتاع الايه، بتاع الانيشال كونديشن بتاعي. فمعنى كده ان انا ممكن ان انا يبقى عندي انيشال كونديشنز وممكن انها تبقى برضو تبقى تايم فاريانت، يعني تتغير مع الوقت. اوكي، يعني ممكن يبقى عندي ساعتها بقى الانبوت بتاع الاوتبوت بتاعي ده عباره عن التو كومبوننتس اللي انا بتكلم عليهم قبل كده، اللي هو الزيرو ستيت والزيرو انبوت. عشان ابتدي احل الديفرنشال ايكويشن دي، هبتدي استعمل الديريفاتيف اوبريتور دي علشان ابتدي ابسط على شكل المساله شويه. اوكي، هي ما بتغيرش اي حاجه في الديفرنشال ايكويشن، كل اللي بتعمله ان هي بس مجرد بتحط لي الايكويشن في شكل يبقى ايه، يبقى كومباكت احسن شويه. اوكي، وعشان يخلي لي شكل الايكويشن يبقى مور اوف ان الجبرايك فورم على الشكل اللي هو اللي بيبقى ديفرنشال ايكويشن فورم اللي انا عاده ما بيبقاش مريح بالنسبه لي. اوكي، فهنتكلم على الاوبريتور دي دوت اللي هو لو انا باخد الانث ديريفيتيف، يبقى معنى كده اتكلم على ده ان هو دي تو ذا باور ان في واي اللي هو اوف واي، ولو بتكلم على هنا مش الديريفيتيف اللي هي الواي نفسها، يبقى دي تو ذا باور 0 اوف واي. اوكي، فمعنى كده الديفرنشال ايكويشن اللي احنا كنا بنبص عليها من شويه دي هتتحول، كل واحده من دول هتتحول بالايه، بالشكل بتاعها. يعني هنا مثلا عندي الكلام ده كله اوف واي اوف تي. اوكي، ما معنى كده ممكن ان انا اخد اي 0
تتحط اي 0 زي ما هي. اي 1 مضروبه في دي عشان دي دي واي باي دي تي، دي 1 واي باي دي تي 1. لو عندي سكوير يبقى معنى كده هيبقى في دي سكوير لغايه لما اوصل هنا دي ان باي دي تي اس ان، يبقى معنى كده بتكلم على دي تو ذا باور ان وكل الكلام ده اوف واي اوف تي. نفس الكلام بالظبط بعمله برضو بالنسبه لايه، بالنسبه لاكس اوف تي. فباند اب ان عندي هنا بولينوميال الجبريك يعني الجبريك بولينوميال في الدي، وهنا نفس الكلام بالظبط، وبيعبر لي عن نفس الديفرنشال ايكويشن اللي انا كنت بتكلم عليه.